في البروغرام تاع لا برودكسيون دي سكر. بريوريتي من لا بيتراف من الشون حتى الكونسوماتور. كيكم الزيت، الزيت بون ان شاء الله نوصلوا له في افريل، اقصاها افريل ماي تكون عندنا صناعه نتاع الزيت طويله. يعني بفضل الاراده نتاع الرجال من الحقل حتى المستهلك، باش ما نزيدش نستورد الويل بروت ونصفيها فقط. ويعني وصبح نبقوا سجناء نتاع السوق الدوليه. نديروا السوق تاعنا وحدنا. وهادو من المفروض الاخوان اللي دخلوا في الصناعه نتاع السكر لهم الحريه المطلقه للتصدير. وكاين فريمون السكر والزيت فيه طلب نتاع تقريب كل افريقيا. إذا واش راهم يستنوا؟ رانا في 3 سنين نادي بهذا الكريم. احنا ونادي ماري.